أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: اعتقال أستاذ بفاس متورط في قضية اغتصاب فتاة. أولا إلى تفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير من توقيف أستاذ لمادة اللغة الفرنسية بعدما اتهمته شابة باستدراجها، وأجرى توقيف الأستاذ المنحدر من مدينة فاس، حيث تمت إحالته على النيابة العامة التي قررت وضعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بمدينة القصر الكبير على إثر الشكاية التي تقدمت بها الشابة معززة بشهادة طبية. وقد تم الاستماع للأستاذ الذي كان يباشر مهامه التربوية بإحدى مؤسسات مدينة القصر الكبير قبل أن يتم إحالته على السجن في انتظار استكمال مجريات البحث والتحقيق. كنت مع نشرة إخبارية، إلى اللقاء.